أعلنت وزارة الدفاع الروسية وقفاً مؤقتاً للضربات الجوية على جبهة النصرة في سوريا، وأضافت في بيان أنها تلقت طلبات من عدد من فصائل المعارضة خاصة في دمشق وحلب تطلب فترة توقف في الضربات الجوية. وكانت روسيا قدمت مقترحاً قوبل بالرفض من الجانب الأمريكي يدور حول إجراء تنسيق مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لشن ضربات جوية مشتركة ضد جماعات غير قانونية ومنها جبهة النصرة. ما حقيقة البيان الروسي للمعارضة وكيف يتم التنسيق الروسي الأمريكي؟ نتابع التقرير ونعود للنقاش. لعبة شد الحبال بين الأمريكيين والروس في الملف السوري لا تنحصر فقط في طاولة الاجتماعات وخلف الأبواب المغلقة، فالميدان السوري كشف الدرجة العالية من التنسيق، وإن كانت التصريحات المعلنة تظهر عكس ذلك. وقف مؤقت للضربات الجوية الروسية على جبهة النصرة، هكذا أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها. أما تفسيرها لهذا التحول فيعود إلى ادعائها تلقي طلبات من بعض فصائل المعارضة في دمشق وحلب لمنحها مزيدا من الوقت قبل استئناف الضربات الجوية ضد مواقع النصرة. يقول محللون إن الاستراتيجية الروسية الجديدة اليوم تسعى إلى كسب الرهان مع بعض الفصائل على الأرض بعد رفض أمريكي صريح إجراء أي تنسيق بين الحلفاء بقيادة الولايات المتحدة وبين موسكو لشن ضربات جوية مشتركة على جماعة من المعارضة المسلحة التي لا تلتزم بوقف إطلاق النار ومعها جبهة النصرة. فالولايات المتحدة كانت تصف دوما العمليات الروسية في سوريا بدعم نظام الأسد، بينما قوات التحالف تهدف إلى تقويض تنظيم الدولة. ويؤكد الجانب الأمريكي بشكل متكرر أن التنسيق العسكري ينحصر بين الجانبين فقط في الأمور اللوجستية التي لا تتعدى تجنب الاحتكاك بينهما في السماء السورية، الأمر الذي دفع الحكومة الروسية إلى اتهام واشنطن بالازدواجية بمواجهة النصرة والحفاظ على الهدنة قائمة في نقاط التماس. ولكن فيما يبدو فإن الحكومة الروسية تتجه نحو الاستفادة من انطلاق عمليات التحالف الدولي في مدينة الرقة، ولو كان ظاهرا غياب أي تنسيق أمريكي روسي في هذه العملية، إلا أن الثابت في السياسة الأمريكية تجاه سوريا عسكريا أو سياسيا هو تلاقيها مع السياسة الروسية بطريقة أو بأخرى. وفيما يبقى الغموض يلف حقيقة الموقف الأمريكي من الدعوات الروسية ونفي الخارجية الأمريكية وجود أي عمليات مشتركة. يبقى موقف فصائل المعارضة من دعوة روسيا تجنب الارتباط بالنصرة غير واضح هو الآخر، ولربما تكون حلب المثال الأكثر قربا في هذه الحالة، وهي التي وصفها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري صراحة بأنها معقل النصرة، مضيفا أن التمييز بين من يسميهم الإرهابيين ومسلحي المعارضة على ساحة القتال أمر معقد، وهو ما دفع مراقبين للتساؤل: هل خرجت الاتفاقات الحاصلة بين روسيا وأمريكا حول سوريا من إطار الدبلوماسية السرية نحو العلن؟ وهل أصبحت رؤيتهما للحل السياسي في سوريا قضية مساومة ومقايدة بقضايا إقليمية ودولية أكبر؟ أم أن الفجوة بينهما ما زالت أوسع من أن تجتمع على حل مشترك في سوريا؟ أناقش هذا الموضوع مع ضيوف العميد أحمد شروف محلل عسكري من عمان عبر الأقمار الصناعية، وهشام منور كاتب صحفي من اسطنبول عبر سكايب. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك سيادة العميد أحمد شروف محلل عسكري من عمان، وأود أن أسمع قراءتك لكل من بيان الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. لنبدأ من بيان أمريكا تحديدا والذي بدا صارما تجاه الفصائل والكتائب المقاتلة على الأرض، تفضل. بداية حياكم الله والسادة المشاهدين. هو بيان واحد ووثيقة واحدة اتفق عليها الأمريكان والروس في كانون 2015، وتسمى وثيقة موسكو لرؤية الحل في سوريا، ومن إحدى بنودها فرض الهدن لتسوية حالة القوى ما يسمونها القوى المسلحة المعارضة، وتوجيه الضربات لكل من يلتزم بهذه الهدن، وتصنيف ومنها تصنيف القوى الثورية الفاعلة تحت اسم الفصائل الإرهابية. لا يوجد أي خلاف وأي فارق بين البيان الروسي والبيان الأمريكي، هو بيان واحد انتقل الآن في وثيقة الاتفاق إلى التنفيذ العملي. الأمريكان يحاولون الآن
السيطرة على الرقة وهو الهدف الأساسي لهم في سوريا، والتسليم لوحدات الحماية الكردية لتكون عاصمة إقليم كردستان الغربي. إذن طيب الآن بدأ تقسيم سوريا بالصواريخ هذا بالنسبة للرقة، ولكن البيان الأمريكي تحدث عن طلبات للفصائل بالانسحاب من الجبهات التي تحدث فيها خروقات. ماذا يعني هذا الطلب؟ وكيف يمكن للفصائل أن تنسحب من الجبهات التي يحدث فيها خروقات؟ سأجيبك على كل شيء. أما فيما يتعلق بحلب، معركة حلب ستبدأ مع معركة الرقة وستنتهي قبلها لكي لا ينتبه العالم إلى ما يحدث في حلب. الآن الهدن هي نتيجة فشل الروس والإيرانيين في أي عمل عسكري. لجأوا الآن إلى بند الوثيقة اللي هي فرض حالة الهدنة على من يسمونه الفصائل الملتزمة أو المعتدلة، ولا يوجد عندنا في الجيش الحر سوى فصائل مقاتلة، وهم يقصدون الفصائل هي محور الثورة، سواء أحرار الشام أو جيش الإسلام أو فيلق الشام أو القوى الثورية الأخرى، ويريدون فصلها عن جبهة النصرة. وجبهة النصرة هي فصيل منتشر، الانتشار في حلب متداخل لا يمكن فصله. ولو نظرنا إلى نسبة القوى هي تشكل 10% من نسبة القوى في المدافعة في حلب، ولن يتم الفصل. ولكن ما أراده الروس والأمريكان هو إيجاد خلل في العلاقة بين الفصائل الرئيسية المدافعة عن حلب لتسهيل خرقها والسيطرة عليها. اثنين، التعامل مع هذه الفصائل بعد فرض الهدنة مع كل فصيل على حدة كما حصل سابقا في هدنة شباط 2016، ولم يستطيعوا التوصل إلى أي تفاهمات سوى مع بعض الميليشيات التي يدعون أنها فصائل مقاتلة، كميليشيا قوات الغد أو ميليشيا سوار الرقة أو ميليشيا التي بعض قطاع الطرق في وسط سوريا وفي جنوبها. ولكن لن يقدم نحن في الجيش الحر ولا أي فصيل من الفصائل المحورية في الثورة السورية أي طلب، ولا أحد يتواصل مع الروس، وهم يكذبون في هذا. وبدأ تحضير الدفاع لكافة القوى بغرف عمليات مشتركة في الوسط وفي الشمال، ولن يتم الفصل ولن نقبل بالفصل، والقوى الثورية أعلنت أنها لن تقبل. نعم. أستاذ هشام منور، يعني وزارة الدفاع الروسية تحدثت عن طلبات قدمت لها من عدد من فصائل المعارضة تطالبها أو تنادي بحدوث هدنة في مناطق معينة، ولم نسمع أي تصريح من فصائل على الأرض بهذا الخصوص. طبعا تحياتي لكم للساده المشاهدين. بدايه يجب ان نقرا الموقف الروسي والامريكي من زاويتين متقاربتين جدا ومتداخلتين. اولا، روسيا لا تعترف بوجود اي نوع من انواع الفصائل المعارضه، كل الفصائل المعارضه المسلحه بالنسبه لروسيا هي فصائل ارهابيه سواء كان جبهه النصره او غيرها. وبالتالي فان حديث روسيا عن بدايه تمييزها بين هذه الفصائل هو حديث هو ضرب الرماد لما يوم. الأمر الآخر، الموقف الأمريكي من هذا الموضوع، من هذا التمييز بين جبهة النصرة وبين الفصائل المعارضة المسلحة الأخرى، أيضا هو لا يأتي في المرتبة أو المقام الأول بالنسبة للإدارة الأمريكية. ما تحرص عليه الإدارة الأمريكية الآن هو معركة الرقة ومسابقة الروس إلى ما يسمونه تحرير الرقة من قبضة داعش. وبالتالي فإن حديث موسكو اليوم عن هذه الطلبات أتفق مع كيف عميد على أنها مجرد محاولة لتفتيت المعارضة وكسر جبهة الدفاع عن حلب في ظل الخسارات التي بني عليها النظام الأسد وحلفائه من الميليشيات الإيرانية واللبنانية والأفغانية التي فشلت حتى الآن في التقدم باتجاه مدينة حلب. وبالتالي فهي كل ما تقوله أو كل ما تدعيه موسكو الآن من وجود طلبات من فصائل المعارضة هي مجرد محاولة لبث الفرقة بين فصائل المعارضة المسلحة للقول بأن هناك من يصاوب من تحت الطاولة أو من وراء الستار للخروج من المناطق التي تسيطر عليها جبهة النصرة، وبالتالي زعزعت هذا التحالف القائم بين الفصائل المعارضة برمتها وتسهيل محلة اختراق جبهة حلب في الوقت الذي تنشغل فيه الولايات المتحدة مع تحالف قسد أو تحالف قوات سوريا الديمقراطية في الهجوم على الرقة. ما يحدث الان هو مجرد مناوره روسيه، وما بالتالي فان موسكو ليست معنيه بالتمييز بين هذه الفصائل، وهي حتى لو قامت
بالتوقف لفترة عن استهداف المناطق التي تسيطر عليها المعارضة فهي ستعاود مرة أخرى ذلك بحجة عدم التزام الجميع. الحجة والذريعة جاهزة دائما ودوما، وهو أن بعض الفصائل اخترقت الهدنة وأنها ليست ملتزمة، وبالتالي هي مجرد مناورة سياسية من موسكو، وعلى الجميع الحذر من هذه المناورات. طيب، تعليقك على الجملة التي وردت في بيان وزارة الخارجية والتي تقول سنطلب من بعض الفصائل الانسحاب من النقاط التي تم فيها خرق وقف إطلاق النار في كل محافظات سوريا، يعني ماذا تعني هذه الجملة؟ كيف هل يطلبون من الفصائل الانسحاب من أماكن الجبهات؟ ماذا تعني؟ تماما، بما أنها مناورة سياسية هي تحاول شق صف المعارضة المسلحة عن طريق تقديم نوع من الأمان كما يقال العسكري للفصائل التي ستنسحب من المناطق التي تشترك فيها أو تتشابك فيها وتتشارك فيها إن صح التعبير السيطرة مع جبهة النصرة، سواء كان في حلب أو في درعا، في جميع المناطق التي توجد فيها جبهة النصرة والتي تتشارك فيها السيطرة مع الجيش الحر، تطلب لأن تريد القول بأنها سوف تغض الطرف عن هذه الفصائل ولن تقوم باستهدافها. ولكن السؤال الذي يبقى في هذا السياق، أين ستذهب هذه الفصائل إذا انسحبت الفصائل الجيش الحر من المناطق التي تتشارك في السيطرة فيها مع جبهة النصرة؟ أين ستتجه؟ ستكون خارج الغطاء، ستكون خارج المناطق التي كانت موجودة فيها، وبالتالي فهي ستكون عرضة للاستهداف الروسي مرة أخرى بحجة أنها تتحرك باتجاه التخطيط لمهاجمة قوات النظام كما سيدعي الروس، وبالتالي فهي مجرد مناورة سياسية من قبل الروس على مستوى سوريا بشكل عام لشق صف المعارضة بشكل عمودي من أقصى شمال سوريا إلى أقصى جنوبها. موضوع الهدن الآن أستاذ سيادة العميد شروف، طبعا حاولنا أنه يكون معنا أحد من يعني قادة للفصائل المقاتلة على الأرض في المناطق التي يتحدث عنها البيان الروسي الأمريكي، ولكن لم نتمكن من الوصول لأحد منهم لنسألهم عن موقفهم. طيب سيادة العميد، الآن يبدو بأنها محاولة، لأنه روسيا وأمريكا الآن أو تحديدا أمريكا تريد استجماع قواها في الرقة، لأي درجة سيكون من غير المجدي أن يكون هناك هدن الآن على الجبهات؟ سيدتي، الأمريكان قلنا لهم هدف واحد هو تحرير الرقة، إحداث ضوضاء إعلامية، ليس تحرير الرقة، إخلاء الرقة، إبعاد داعش عن الرقة إلى دير الزور وبنبج وجرابلس وإلى البوكمال وتسليمها لوحدات الحماية الكردية، لأنها حسب وثيقة التفاهم هي عاصمة إقليم كردستان الغربية ذات الحكم الذاتي في داخل الدولة السورية. الآن بدأوا يطبقوا عمليا التقسيم، وبالنسبة للهدن لا أحد يعترف بالهدن الروسي، ولا أحد تواصل مع الروس، ولا أحد طلب منهم إيقاف القصف. هم منذ الغزو الروسي إلى سوريا في 30 أيلول 2015 قصفوا الجميع وركزوا في قصفهم على القوى الثورية المحورية، سواء مع في جبهة الساحل، أحرار الشام، جبهة فيلق الشام، جيش الإسلام، سوار القوى الثورية في درعا إلى آخره. ولكن هو عملية تسارع للاستفادة، ربما وعسى هم يتصلون مع قطاع طرق كما قلت لك، هم جماعة تعفيش، جماعة زمر لا تتجاوز العشرات للمعارضة التي كونوها، وعلى أمل أن يحدثوا شيئا ما من الانشقاق بتشكيل قوى عسكرية تابعة لهذه المعارضة العميلة للروس. لم يعد الآن ما يجب إخفاؤه على كل سوري وعلى كل شاب سوري، إذا لم يمتلك بندقية أن يحمل عصات أو سكين ويخرج للقتال الآن، الروس والأمريكان بدأوا بتدمير سوريا فعليا الآن. ستتعرض حلب إلى صواريخ كروز، وستأتي البي 22 إم 3 من القواعد في بحر قزوين لتقصف حلب، وستتعرض إلى دمار هائل أكثر من الرقة. علينا جميعا أن نكون صفا واحدا، وبدأ الثوار بتحصين حلب، وبدأوا في دمشق وفي حلب طيب. وفي اللاذقية بتشكيل مقرات قيادة موحدة. لن نتصل ولن نتفاهم، وليس لنا علاقة بما يقوله الروس. أستاذ هشام نور، هناك سعي دائم من قبل روسيا لوضع بعض الفصائل على لائحة الإرهاب ضمن إطار رفض دولي، خاصة عم نحكي عن جيش الإسلام،
ربما وأيضا حركة أحرار شام وبعض هذه الفصائل، ما جاء في البيان على اعتبار بأن كل فصيل لن يتراجع عن النقاط التي تحدثوا عنها، نقاط خرق الهدنة، سيكون يعتبر بالمعايير الدولية هو فصيل إرهابي. هل ستكون هذه مقدمة فعلا لتحصل روسيا على ما تريده وتضع الفصائل التي تعتبرها إرهابية على هذه اللائحة؟ تماما، مع الأسف التفاهم الأمريكي الروسي استجاب في النهاية للمطلب موسكو بوضع الفصائل المعارضة المسلحة سواء كانت معتدلة أو غير معتدلة، مهما كان التصنيف الذي ترومه موسكو في هذا السياق، وضعها جميعها على قائمة الإرهاب واستهدافها من قبل التحالف الدولي أو المجتمع الدولي، سواء كان تحالف موسكو أو كان تحالف الدولي. ولكن موسكو بالدرجة الأولى، موسكو نجحت في إقناع الولايات المتحدة بأن كل فصائل المعارضة يجب تصفيتها، ولكن المدخل إلى ذلك أو يجب وضعها على قائمة الإرهاب تمهيدا لتصفيتها، ولكن المدخل لذلك يجب أن يكون هو خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي وقعته واشنطن وموسكو في 27 من شهر فبراير الماضي. وبالتالي فإن حتى إذا لاحظنا التفجيرات التي قام بها والتي وقعت في طرطوس وجبلة، كانت المتهم الأوحد بالنسبة لإعلام النظام هو حركة أحرار الشام. صحيح. وجيش الإسلام بطبيعة الحال كان مصنفا من قبل الروس على من ضمن الجماعات الإرهابية، وجميع الفصائل المسلحة التي سترفض الالتزام بحجة الالتزام بوقف قرار الأعمال العدائية سوف يتم استهدافها، وعليه فليس هناك من مرتجى او فائده من مما يقوله الروس بانهم اذا خرجوا من المناطق التي يتشاركون في السيطره فيها مع جبهه النصره سوف يكونون في مأمن من ذلك، لان اي تحرك لهذه الفصائل او اي حراك لها سواء للانضمام الى جبهه النصره او الخروج عن هذه المناطق سوف يبرر على انه محاوله لخرق الهدنه القائمه في سوريا، وهي هدنه بطبيعه الحال غير قائمه. بالتالي فإن هذا التفاهم الأمريكي الروسي هو بداية الاستهداف الرسمي لفصائل المعارضة المسلحة بجميع أطيافها وبجميع أنواعها. شكرا هشام نور، كاتب صحفي، كنت معي من اسطنبول عبر سكايب على هذه المشاركة، وأشكر العميد أحمد شروف محلل عسكري من عمان أيضا على هذه المشاركة. نذهب إلى فاصل.